إيه صباح الخير، يلا أني غادرت البيت مالنا. طبعا أني سمعت يقولون أكو برج عملاق، بس وين هذا البرج؟ أني أوه ماي جاد، برج الخشب العملاق. واو، أنتم تعرفون إنه أني سمعت يقولون إنه أي شخص يصنع له برج راح تتحقق كل أحلامه وأمنياته ويصير غني. يصير غني، بس هاي شوف البرج شلون حلو. شوفوا شوفوا، واو والله البرج حلو، وبيه مسبح. او ماي جاد، ليش ما اروح اني البابا واقول لابوي خلي نسوي لنا برج مثله بس من دايموند، راح يجي كلش حلو. يصير كلش حلو. يلا حبايب قلبي، اني خلي اروح البابا. اوكي يلا خلي اروح البابا اقول له نسوي لنا برج مثل هذا بس من دايموند. يلا مو مشكله. بابا بابا، ها ابني، ها شنو ايش صاير؟ ايه بابا، اكو شخص فقير مسوي له برج من خشب بمنطقتنا. شنو؟ اكو واحد يسوي برج بمنطقتنا ومنو هذا؟ قل لي. ايه اني ما اعرف، بس بابا جت لي فكرة، اني ليش ما اني وياك نصنع عنه برج من دايموند؟ لان احنا شوف بابا عندنا هنا اول شيء عندنا ادوات، وهذا السيف الاسطوري ما شاء الله، هنا عندنا دايموند وهنا عندنا كرافتنج تيبل، وهنا سرير، هنا ادوات، وهنا عندنا دروع. بابا ايش قلت نصنع لنا هسه برج؟ لا ابني لا لا، ما يصير احنا نقلد الفقراء، احنا اغنياء وما يصير نقلد الفقراء. اوكي ابني، بس بابا ارجوك اريد احصل لي برج مال دايموند، ليش ما تخليني اسوي برج؟ اسمعني، اريدك تروح تجيب الشخص هذا الفقير اللي سوى البرج هذا، عندي كلام معاه، واذا ما جبت هذا الكلام، اقصد هذا الشخص الفقير، راح اطردك انا من البيت هذا. خلاص بابا، اني راح اروح اجيب هذا الشخص الفقير اللي صنع البرج، بس بابا شنو تريد من عنده؟ اني ما اعرف، قل لي. اوقع ابني، اني اريد اتكلم مع هذا الفقير، لانه بصراحه تصميمه حلو، اريد يساعدنا ونخليه يسوي لنا تصميم من دايموند، روح جيبه وتعال. خلاص بابا، بس شكله هو ما موجود بالبيت ماله. يلا مو مشكله، اني خلي اروح. يا حبايب قلبي، يلا اني خلي اروح لهنا. اوكي يلا شلون ادخل؟ اوه اوكي يلا نقول بسم الله. اوه والله القصر هذا شنو البرج مال خشب، صحيح مال فقراء بس على الاقل حلو، احلى من البيت مالنا. اوه بيطابق ثاني، هاي النافذه. اوه طيب خلينا نشوف بعد، بيطابق ثالث. لحظه، اي والله بيطابق ثالث. لحظه، بيطابق رابع. اي بيطابق رابع. اوه يعني هذا 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 قصر اسطوري. اوه هاي شنو موجود هذا الدرج؟ وين يوديني؟ او ماي جاد، شوفوا شنو اللي راح يصير. اوكي خليني اكسر هاي. اوكي حبايب قلبي يلا خليني اكسرها. اوكي هسه نرجعها هنا، انا شوفوا. اوكي يلا راح اطفر اني بالماي ونقول وي. اوكي يلا هسه خلي اروح البابا. اي خلي اسد الباب اقول له بابا اني ما لقيت هذا الشخص الفقير، ما ندله وينه؟ اي ما ندله. اوكي خلي اروح له واقول له شنو اللي تريده من عنده. اوكي بابا بابا، ها ابني شكو، وين هذا الفقير؟ وينه؟ ما لقيته، البيت ماله او البرج هذا القصر الخشبي فارغ مال الفقير. اسمعني اوجا، خلي اقول لك، اني ابوك جويسن، قبل لا افرح نفسي احب افرح المتابعين. اي بابا انت تحب تفرح المتابعين، ايش تريد من عندهم بابا؟ قول. اسمعني، اريدك تروح تجيب هذا الفقير امير سلو، انا عندي كلام وياه، اريد افرحه قبل لا افرح المتابعين، افتهمتني؟ خلاص بابا راح اروح ابحث عنه، بس ما قلت لي ايش تريد من عنده. اريد يدزني شعبي، اقصد اريد يسوي لي قصر، اي برج مال دايموند. يشوف الدايموند اللي عندنا، اريد يسوي لي برج اني وياك بيه حتى نصير اغنياء كلش. اوكي ابني خلاص بابا، خلاص تدلل، انا راح اروح اجيبه. اوكي يلا خلي اروح ابحث عليه. اوكي خلينا نبحث عليه. امير سلو الفقير، وين رحت؟ وينك امير ملك الحمير؟ امير الفقير، امير الحقير، امير وينه؟ ما موجود هنا، أنا سمعت اني صوت مال الخروف. وين هذا الخروف؟ هلا والسلام عليكم، شلونك عمو الخروف؟ وعليكم السلام، هاي من انت؟ هلا والله بالغني اوجا، هيا هيا شو تريد من عندي؟ ايه وعليكم السلام عمو الخروف، أنا جيت أبحث عن الأمير ستول الفقير، ما تندله وينه؟ ما أمير أمير راح يجيب لي همبرجر شوية ويجي، يلا مع السلامة. والله شكل أمير شكله راح يجيب همبرجر.
يلا اني خلي اروح اصعد بالنانه. اوكي يلا يلا خلي اصعد. اوكي يلا صعدت اني، خلي اروح للمطعم اشوف امير هل موجود هناك او لو اذا ما موجود ارجع انتظر امير يم البيت ماله هذا او البرج مال الخشب الفقير. يلا خلي اروح وارجع لكم. اي واخيرا وصلت لهنا. طبعا اني حصلت هذا الهمبرجر اللي عندي، شوفوا هذا الهمبرجر اللي بايدي وفي بطاطا وشغلات رهيبه، يعني شنو يعني فتشي رهيب. اي سلام عليكم. اي عم خروف. اكو شخص، اكو شخص اجى عليك توا. اجى عليك قبل شويه. اسمه راح انقلع. امير امير كلام مهم، كلام مهم. ماكو مهم، ماكو مهم. اوكي انا شنو راح اسوي هسه؟ راح اروح بما ان اني مسوي لي برج جديد مال فقره، بس شو اسوي ما بيدي شيء. طبعا راح اختار لي هذا البيت، يا بيت اقصد اختار لي هذا الطابق وراح اسوي به البيت مالتي. راح يكون اكو سرير هنا، لا السرير ما عجبني مكانه، راح اغير السرير راح احطه هنا، والصناديق كلهن راح يكونوا بهذا المكان. اوكي كلش تمام. والكرافتنج بوتيتا، الكرافتنج بوتيتا، كرافتنج هنا، كرافتنج هنا، وكرافتنج هنا، كلش تمام. عندنا هاي الطاوله والانشينتينج مال تيبل او آلة التطوير، راح نحط لنا هيجي آلة التطوير هنا، وراح نحط داير ما دايرها. هذا الشيء الزين او هذا الكتاب او المكتبة حتى شنو، حتى يكون عندنا آلة تطوير تخبل. اوكي نحط لنا هيجي وهيجي تمام. هسه عندنا هذا الهمبرجر، خلي اروح اكلها على راحتي، او تعرفون شنو راح احط. هاي هاي الهمبرجر يا من راحت. هاي دقيقة دقيقة لازم ارجع لذاك الخروف كأنه الخروف اكلهم. اي خروف خروف، اي وين الهمبرجر؟ وين الهمبرجر؟ خروف سرقة سرقة جويسم، جويسم سرقة. اي جويسم سرقة. هذا جويسم البيت ماله اصفر، روح له روح له. هذا اي جويسم سرقة. دقيقة دقيقة لازم اروح لجويسم، هو اللي سرق الهمبرجر مالتي. والله الهمبرجر حلو. هاي هاي شلون شلون صارت عندك؟ اهلا 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 وسهلا. السلام عليكم. هاي وين الهمبرجر؟ وين الهمبرجر مالتي؟ يا همبرجر اكو خروف، اكو خروف فقير اعطاني الهمبرجر، هو اعطاني الهمبرجر، انا ايش لي علاقه؟ وين الهمبرجر؟ عطني الهمبرجر مالتي. اكلتها اكلتها بس طيبه هاي الهمبرجر، هاي بيها كاتشب. اوكي خلاص خلاص بالعافيه عليك، اصلا انا شبعان ما مالي خلق. لحظه لحظه، انت امير امير سلو؟ ايه انا امير سلو. انت ما تعرف انه اني كنت ابحث عليك بكل مكان، ما خليت مكان بماينكرافت ما رحت له. انت تعرف اني اتابعك على اليوتيوب واريد من عندك شغلة تساعدني بيها ارجوك. اوكي خلاص خلاص راح اروح انام، الدنيا مطر والاجواء برد. اوكي باكر ارجع احكيك. اوكي يلا اوكي انتظرك. يلا تصبح على خير. او ماي جاد شلون ورط هاي، شلون ابتليت بهيك شخص ياكل لي الهمبرجر مالتي؟ والله ما اعرف شنو السالفه. انا هسه خليه يصعد لي فوق واروح انام بالسرير مالتي الجديد والبرج الجديد احسن لي. يلا تصبحون على خير. نم 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 نم. اوف اي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. طبعا اني لازم اروح لهذا الاب جواسم حتى شنو، حتى اعرف شنو يريد بالضبط، لان البارحه اني كلش كنت تعبان والدنيا مطر والاجواء بارده، فما ما عرفت شنو يريد بالضبط. جواسم صباح الخير. صباح البوتيتا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا والله، شلونك شلون الصحه شو اخبارك؟ بالعافيه عليك البرجريات البارحه مو مشكله خالي. ان شاء الله بالعافيه، ان شاء الله بالعافيه خالي تستاهل والله العظيم. ما اسمع شنو تريد؟ اني اريدك تساعدني وتبني لي برج مثل هذا اللي انت سويته، بس ما اريده من خشب، اني راح انطيك دايموند تسوي لي بيه برج، واللي يزود اخذه لك. ايش قلت الموارد؟ اه خالي ترى والله تعبني كلش هذا البرج، تقريبا بقيت اكثر من شهرين ما ادري ثلاثه وانا اتجمع بالخشب وابني بهذا البرج، فلازم على الاقل واحد يساعدني. اي اكيد اكيد ابني اوغا هذا الغبي راح يساعدك. لا صدق وينه؟ اي والله يساعدك. راح المدرسه؟ لا 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 ما راح المدرسه، راح يبحث عليك شويه ويجي. اوكي بس اسمعني، اريدك تروح تفتح الصناديق وتشوف الاغراض اللي بيها. اوكي اوكي مو مشكله خلي اشوف. شنو هاي؟ تعال وين 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 تايمود ولا هاي جويسم؟ غير احنا اغنياء ايش عبالك؟ او ماي جاد شنو هالكميه مال التايمود؟ لحن خيرك من وين جايبهن؟ احنا اغنياء يا اخي اغنياء، هسه راح تساعدنا بالبناء ونعطيك مليون دايموند. اكيد اكيد اساعدكم والله العظيم اساعدكم. طيب ماي جاد. طيب طيب شنو اللي تريد المقابل؟ شنو تريد المقابل حتى تساعدني ببناء البرج؟ لازم تاخذ مقابل. والله الصراحه المقابل
كلش صعب، واني خلاص ما راح ابني لك، خلاص راح ارجع كل هذا. لا تعال تعال، خلاص انا ما اريد ابني لك وما راح ابني لك، لان انت ما ظني ما راح تنطيني مقابل. خلاص يلا مع السلامه. لا 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 تعال 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 لك شغله. تعال تعال. شنو شنو شك شك؟ اسمعني اسمعني، انت روح للبيت مالك واني راح اخلي اوغا يجي لك يقول لك احسن مقابل بالتاريخ. ايش قلت؟ اوكي خلاص يلا الله وياك خالي. شلون وضعها هذا؟ يريدني اتعب وابني له برج مال دايموند حتى لو كان الي، وما راح يعطيني مقابل. حسبي الله ونعم الوكيل من هيك بشر. اني هسه خلي اروح ارجع لبيتي. هاي خروف، انت ما عندك عايش. تعال 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 تعال، بدك عايش خروف؟ والله لا قلت لك، والله لا تعشاك اليوم. تعال موت موت موت. نعم نعم نعم، خرفان اخر وقت اخر زمن. اوكي مو مشكله، انا هسه راح اروح اتفطر هاي اللحمايه مال هذا العمو الخروف. اوكي انا هسه خلي اصعد فوق اول مره، احط لي ما عندي فرن. لا اوكي مو مشكله، انا هسه خلي اروح ارتاح شوي احسن لي. يلا سلام عليكم. اي انا وصلت لهذا البيت. امير شو صار؟ امير شو صار؟ من وين جاي؟ امير هاي هذا منو؟ تعال بسرعه، تعال تعال تعال. هذا منو؟ هاي هلا هلا، السلام عليكم. السلام عليكم، انت منو؟ وخر وخر. اني اوغا ما عرفتني، ارسلني بابا يصيح لك عنده كلام مهم وياك. تعال ويا تعال. ابوك عارفه شنو يريد من عندي. عارفه تعال، اني ارسلني بابا راح نعطيك احسن مقابل بالتاريخ. تعال مشوي. لا خالي خالي خلاص خلاص، ما رفضت هذا المقابل وما راح اسوي اللي انت اللي راح تقول لي عليه. طيب راح ارجع لبيتي. تعال خلي اتكلم وياك يا اخي. المقابل قال لي ابوك ما راح اعطيك مقابل، روح ابني واسكت. قال لي شنو؟ اريد مقابل. انا ما بغير رايي. شنو؟ ما بغير رايي. راح اعطيك مقابل اذا راح يعطيك مقابل اسطوري. قال اذا ساعدتنا بالبناء مال البرج الدايموند راح المتابعين كلهم يضغطون لايك ويشتركون بالقناة ويفعلون جرس الإشعارات. وقال بابا هذا أحسن مقابل بالتاريخ. إيش قلت أنت؟ زين شباب وبنات، إذا تردوني أساعد أوغا وأبوه جويسم، لازم هسا كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات حتى أني شنو أسوي، حتى أني أسوي مثل هذا البرج وأساعدهم على بنائه. أوكي يلا تمام. هذا يلا وافقت على الطلب. تعال امشي البابا. يلا يلا بابا تعال اتكلم وياه. جايك يلا جايك. خلاص خلاص هذا المقابل كلش رهيب. تمام اي حلو حلو. يلا خلاص اه جاسم يلا خلاص. اهلا 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 ابني اوغا، شلونك؟ هلا بابا، مثل ما قلت لي جبت لك هذا امير الحمار، امير سلو. خلاص خلاص يلا مع السلامه. حمار اني اعتذر منه وروح بوس رجلي. انا خلاص حمار. اي شنو؟ لا عاد تقول حمار، لا عاد تقول حمار. يقول بابا تعال ساعدني. سامحتك خلاص سامحتك سامحتك. صار لقيت ما سابح ريحتك حلوة. اوكي يلا خلاص. بابا هذا جويسم اسمه، هذا امير تكلم وياه. اسمعني ابني، اريدك تروح تشتغل عند امير وتساعده بالبناء، واي شيء طلبه من عندك تسويه، وممنوع تقول اي شيء، انت عبارة عن خدام عنده. هاي بابا شنو خدام عندي؟ انا خدام. يلا تعال تعال معي تعال. يلا اخذ دايمد. يلا اخذ دايمد. اسمع كلامي وروحنا في الكلام امير. يلا اخذ دايمد اخذ دايمد. يلا يلا خلي اشوف شنو موجود عنده. هذاني كله نقدر اخذه مو؟ اي كل شيء تقدر تاخذه، خذ اللي يعجبك. يلا حبيبي والله الله يعطيك العافيه. اخذني اخذني كلن. اوك اخذني كل الشغلات هذاني اخذني نحتاجين. اوكي دروع وما شنو. يلا تعال اتبعني تعال تعال تعال. اوك يلا اوك اوك يجيب خلي يجيب خلي. تعال لا تجيب شيء لا تجيب شيء. تعال اسمع الكلام او اقول الجويس ماس ابوك يجي كتله. خلاص خلاص تعال معي تعال معي. والله ننتقم منك وش. اوكي تروح نفذ كلام امير. يلا تعال نفذ. انا اسف. تعال لازم هسه اول مره شنو نسوي. اي اوك وين رحت؟ تعال تعال وينك؟ تعال وينك؟ انا موجود هنا هنا. اي 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 هنا. لقيتك. تعال هسه اول مره لازم ندور لنا على مكان نبني به شنو البرج. اوكي انت اختار مكان هيك يكون. هذا تعال 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 شوف 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 هاي هنا يكسر ذني. لا 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 المكان ما يكفي، المكان ما يكفي، المكان مو مناسب مره. مو مناسب المكان مره مو مناسب. تعال وياي تعال ندور لنا على بيئة يا بيت اقصد مكان هيك مناسب وحلو نقدر نبني بيه البرج اللي من الدايموند. اكيد اكيد هنا هذا المكان يخبل. هذا هذا شوف شوف هنا هذا يخبل. يلا تعال معي تعال تعال اخذ اخذ ستاك دايموند وتبعني. ابني ثمان بلوكات 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي بس عاش تمام. هسه لازم نصعد 21 بلوك. اوكي هذا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 طبعا. اقول لك امير صار صرت شعله كنت انا عندي سؤال بس ما اعرف شنو جوابه. شنو تعرف انت لو المتابعين يعرفون شنو السؤال؟
بس قل لي علي. احنا مو جاي نلعب ماينكرافت حاليا؟ اكيد اكيد جاي نلعب ماينكرافت. اني اريد اعرف ماينكرافت باي سنه صنعت، يعني صار لها كم سنه موجوده ما اعرف. اني سمعت يقولون ب 2015 صنعوها صديق. سؤال خطير هذا. يلا شباب وبنات اللي يعرف منو او ايش وقت انصنعت ماينكرافت خليك تبنا بالتعليقات. اعطيني دايموند 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 خلص هسه اجيب لك دايموند. يلا تفضل اخذ اخذ دايموند. اوكي شكرا 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 يلا شكرا. يلا يلا اوكي اوكي يلا شباب نعتمد عليكم كلكم تكتبون الوقت اللي انصنعت بيه اللعبه الاسطوريه الخرافيه اللي تخبل ماينكرافت، وزي ما قلت لكم اللي راح يجاوب صح راح نعطيه قلب ان شاء الله. اوكي لا 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 اللي جاوب صح وخلي لايك واشتراك نكتب اسمه بالبرج مال الدايموند. هذا البرج مال الدايموند راح يصير برج المشتركين الاسطوري، وراح نصير نكتب به الاسماء بكل حلقه. اي فلازم كلكم حركه حلوه هاي. انا متاكد المتابعين راح يحبون الحركه هاي. خلون لايك واشتراك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. اي بالضبط ان المتابعين ما يفشلونا. اكيد طبعا طبعا. اقول لك شغله بس ما تزعل من عندي. شنو هاي الشغله؟ ما لا لا غيرت رايي ما راح اقول لك ما راح. بس قل لي عادي عادي والله. لا 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 اكو 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 ناس راح يزعلون. ليش ليش اكو ناس؟ لان اني دخلت الاخر مره بقناتك لاحظت كثير اشخاص يشاهدون المقاطع ويحبونها بس ما يخلون لايك واشتراك، ما اعرف ليش والله. يعني اني زعلان من عندهم صراحه. والله من زعلت والله العظيم زعلت. يلا شباب بنات لايك اشتراك تفعيل الجرس سهل الشغله بسيطه. اي اي صح صح. طيب هذا البرج شلون راح يصير حلو؟ يلا هسه هسه راح نعدل هسه راح نعدل. ما عليك اريد دايموند. اعطيني دايموند خلص الدايموند. يلا تفضل يلا تفضل دايموند. شكرا 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 شكرا. اوكي كمل ابني. يلا خلصنا ما باقي شيء ما باقي شيء. كمل. اي لا خيرك لا تدفني. بالغلط بالغلط بالغلط. اوكي والله لو اوقع اموت لا تعوضني. والله العظيم تعوضني لازم ترجعني للحياه. اي وريع. اوكي خلاص خلاص مو مشكله. يلا خلاص خلصنا. يلا هسه خلينا نجي هنا. تعال انزل تعال تعال خالي. ما متت ما متت. اي لا نزلت على الشجره. اي خالي على بالك. اوكي يلا جاي لك انا. تعال يلا هسه خلينا نفلش هذا نسوي المكان مال الباب. بس نسينا شغله نسينا شغله جديده. شنو؟ انا عندي سلم هذا راح اخليه هنا حتى نقدر نصعد. اوكي لا السلم حط هنا بالزاويه. اوكي ابقى اصعد. وين وين؟ كل اللي فوق. وين وين؟ اوكي لحظاني انا راح اكمل. انا راح اوكي انت أوكي. انت كمله وانا راح افلش هذا. اوكي حتى احوله الى دايموند. تمام تمام تمام. اوكي سوي لي عجبك. اوكي انا الحمد لله قربنا نخلص قربنا نخلص. اوكي هذا السلم الثاني منو سوى انت؟ يا سلم ثاني هذا هنا. لا هذا انت سوي. راح فلش 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 ما يصير. والله ماني سويت الثاني هذا. لا يمكن انت بالغلط وما ما يفق... ما شفت نفسك يعني شلون تسوي. عوف راح اكمل على صار اثنين. لا مو طرت الدنيا تمطر. لا يا رب مستحيل يا ربي مستحيل. شلون مرطه هاي؟ طيب خلاص هذا حطه مو مشكله. اوكي خلي افلش اني. هاي هاي اكسر هاي اكسر هاي اكسر هاي دايموند. هاي 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 وراك 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 يا ذكي. دقيقه دقيقه هسه ايش بيك؟ اوكي ايش بيك؟ شكو بيك؟ شنو صار بيك؟ انا اخاف من المطر. صوت البرق عالي كلش بوف عالي. والله يخوف صوت المطار. اوكي خلصت. امير انا اريد اسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه. شنو السؤال هذا؟ كم صمونه او خبزه تبيعون تونس؟ يعني بدولار واحد كم صمونه تقدر تشتري؟ تقريبا خمس خبزات. اوه احنا عندنا 10. اوكي لا كذاب. والله صمون 10000. اوكي مو مشكله. يلا تعال تعال سوي الطابق العلوي يابا. تعال تعال يابا. جالك جالك. انا راح اساعدك. عوفني عوفني اكمل هالطابق. انت راح تسوي الطابق الثاني. اوكي يلا راح نسوينا فت اربع خمس طوابق. اوكي حتى شنو حتى البرج يكتمل ويصير عندنا بيرفكتو ان شاء الله. اوكي بس لازم ننام. نريد لنا سرير. عندك سرير؟ لا والله ما عندي. شنو رايك نرجع للبيت ورا ما نخلصه؟ اوكي انا راح اجيب السرير واجي لك. اوكي يلا جيب لي السرير. الله يعطيك العافيه. اوكي انا هسه خلي اكمل ابني هذا الطابق الثاني. بعيد بعيد كلش. يلا أوكي. اسمع أوكي. اسمع اسمع خلاص خلصنا البرش هسه راح اجي وياك. اوكي تعال اوقع اوقع تعال تعال يلا تعال. جاي لك جاي لك جاي لك. تعال بس خلي اول مره نخلص هذا نخلص هذا الطابق اول مره وعلى طول نروح ننام. اوكي تعال خلص خلصنا. اوكي 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 جاي لك. اوكي تمام. اوه والله خلصنا الحمد لله والشكر. خلصنا خلصنا بعد هذا وبعد هذا وكملنا. التورتش التورتش عندك التورتش؟ لا مره لا ما عندي للاسف الشديد. اوكي هذا المكان هذا راح ترسى صناديق. اوكي هذا المكان راح يكون مترس صناديق حتى ابوك. وخليها هنا بالنص. هاي هنا تجي كلش حلوه مال التطوير. تخبل تخبل والله العظيم. هنا الانفول الانفول هاي كفو 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 كفو. اوه شوف 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 شنو شك؟ بابا بابا راح تطيح. واو شو كيف؟ يطيح الانفلات فشي رهيب. اول مره ادري والله كلش حلو. ها هذا عندي التورتش. اوكي خليه اشمع. والله كفو عطني شوي ترشيات خليه اشمع بعد المناطق. اوكي كفو عشت ايدك. كافي 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 بس 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 كافي عشت. خليه اشمعاني هذا شوي لفوق. اوكي
اوكي انت شمع الطابق الثاني وانا راح اشمع الطابق الثالث. تمام اوكي اوكي يلا مو مشكله. اي طحت لا طحت. اوكي اوكي انا اشمعها والله. اوكي اوكي يلا انا هسه راح اشمع هاي. يا اخي والله يبينا النار والله العظيم يبينا النار. يلا مو مشكله خلصنا احنا. يلا صارت خلصنا القلعه كلها. اوه تعال البابا امشي البابا نقول لك كملناها. اوكي انا راح اروح انام وانت قل له كملناها. تمام يلا يلا مع السلامه. اوكي يلا خلاص انا هسه شنو راح اسوي؟ راح اروح انام احسن لي. اوكي تعال معي تعال معي اشوفك شغله. تعال لا 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 تسد علي الباب. خير وين بابا وين بيتنا وين بيتنا؟ تعال 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 يلا اتبعني اتبعني تعال هنا انا بهذا الشكل. اوكي انا هسه كلش فرحان لان راح اروح انام وخلصنا البرج. والله الصراحه البرج يخبل. شنو رايك بيه؟ انا ما احترف لو ما محترف بصراحه. البرج اسطوري بس ناقصه شغله واحده بس. شنو هاي الشغله الواحده؟ خلي بيه سرير. ما انت راح تروح بيتك تعال بابا تريد تكلمه لو لا؟ لا لا ما اريد اكلمه. يلا تصبح على خير انا هسه خليه يروح انام احسن لي. اوكي يلا سلام عليكم. يلا سلام باي باي. يلا انا هسه خليه يروح انام احسن لي. بابا بابا انا كملت البيت.